هنا في مصر بيعتبروا الكوبري إهانة، وأحيانا بيجيب صداع بيجيب صداع. وهبطوا يا خبر أبيض ما بين قربك وخوفي عليك، من فضلك اقفل رجليك. بص الكوبري من فضلك اقفل رجليك. بص بعينه وما رحمش بقلبه، حطها فين؟ في اخر الشارع. حطها فين؟ في اخر الشارع. والمرمى التالي بيقول له تعالالي، ده الراجل شفها لك وحطها لك. ايه الايه؟ بص تلاته، بص تلاته. Yeah.